قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن ولو من حليكن قالت فكان عبد الله خفيف ذات اليد فقالت له أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخي أو بني أخي اليتامى فقال عبد الله سلي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه فخرج إلينا بلال فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عن ذلك ولا تخبر من نحن فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما فقال زينب فقال أي الزيانب فقال زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية فقال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة قال حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن منصور عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال تصدقنا يا معشر النساء فذكر الحديث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فذكره